السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في محاضرة جديدة في كورس Design and Analysis of Algorithms. المحاضرة بتاعت النهاردة هنتكلم فيها عن حاجة اسمها Recurrences. هنعرف إيه هي Recurrences وإيه علاقتها بالRecursion أو Recursive Functions اللي احنا شرحناها المحاضرة اللي فاتت، وده موضوع الحقيقة مهم جدا من ضمن الموضوعات المهمة جدا في الالجوريزمز. تعالوا نبدأ نتعرف على ايه هي الريكرنسز. قبل ما نتعرف على ايه هي الريكرنسز، عايزين نراجع كده مع بعض حتة كده مهمة اللي هي الاسمتوتيك نوتيشنز اللي بنقدر نحكم فيها على الكمبليكستي بتاعة الالجوريزم. في الاسمتوتيك نوتيشنز ديت احنا اتكلمنا على اربع مفاهيم اساسية اللي هو البيج او والبيج اوميجا والبيج سيتا والسمول او. بفكر حضراتكو ايه هي الاسمتوتيك نوتيشن ديت. دي وسيلة لان انا اقدر اعبر فيها عن الكمبليكستي بتاع الالجوريزم. يعني احنا لو عندنا الالجوريزم معين وقدرنا ان احنا نحسب البيزك ستيبس بتاعته او البيزك الخطوات الاساسية اللي موجودة عدناها وعبرنا عنها in terms of n. مين ال n دي؟ ال n دي هو size of الانبوت، حجم الانبوت بتاعي. فانا بقول انه لو قدرت اعبر عن الالجوريزم ده في صورة function f of n، بقول على الالجوريزم ده ان هو of order g of n امتى؟ لو كان ال f of n بتاعتي is less than or equal constant في ال g of n، ثابت في ال g of n. لو ده حصل يبقى ساعتها بقول ان ال f of n of order g of n. بفكر حضراتكم المعنى بتاعها عبارة عن ايه؟ ان ال order او g of n هنا يعتبر ال upper bound بتاع ال f of n. upper bound يعني ايه؟ upper bound يعني ده السقف بتاعه بتاع التايم، يعني الفانكشن اف اوف ان في اسوأ حالاتها ما تقدرش تتخطى التايم بتاعها الجي اوف ان. طيب ايه هو البيج اوميجا؟ هو المفهوم العكسي. الاف اوف ان بيتقال عليها انها اوف اوميجا جي اوف ان لو بدل هنا ليس ذان تحولت الى جريتر ذان اور ايكوال، وده معناه ان الفانكشن اف اوف ان بدل ما هي ليس ذان بقت جريتر ذان اور ايكوال كونستانت في الجي اوف ان. اللي احنا بنقول عليها في الحالة ديت ان نقدر نعتبرها ان g of n بقت lower bound لل f of n. يعني ايه lower bound؟ يعني دي الحد الادنى للfunction في الران تايم بتاعها يبقى عبارة عن ايه. طيب احيانا اقدر اقول اتفاجئ انه g of n تبقى of order f of n، والعكس ان ال f of n كمان هي of order g of n، وده بيحصل لما ال f of n تبقى equal constant في g of n. equal بس لا هي less than ولا هي greater than، وده معناه ساعتها بنعبر عنها بدلالة السيتا او البيج سيتا. كمان بقى عندنا يبقى ده خلاصة الموضوع ان البيج او بيبقى لو كانت الفانكشن less than or equal، الاوميجا لو كانت greater than or equal، السيتا لو كانت equal بس. امال ايه هي السمول او؟ هي البيج او عبارة عن less than or equal. لو كانت less than بس من غير equal وعمرها ما تساويها يبقى ساعتها بنقول عليها انها عبارة عن سمول او. ايه علاقة الجزء اللي احنا بنشرحه دوت بالموضوع بتاع الريكيرنس؟ احنا في المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا على الريكيرجن فانكشن، والريكيرجن فانكشن الحقيقة او الريكيرجن عموما هي عبارة عن الفانكشن اللي بتنادي على نفسها. يعني ايه بتنادي على نفسها؟ يعني من ضمن الكود بتاعها انه ترجع الفانكشن تنادي على نفسها مرة تانية، وتفضل تنادي على نفسها وتنادي على نفسها لغاية لما توصل للtrivial case أو بيسموها أحيانا البيزك كيس، اللي هي الحالة السيمبل اللي تبدأ تفك العقدة بتاعتها وتبدأ تتحل المشكلة بتاعت الريكيرجن بتاعتي. طبعا الريكيرجن من التكنيكس بتاعت البرمجة أو بتاعت الالجوريزمز اللي بتحل يعني severe programming problems، يعني مشاكل برمجية معقدة جدا زي مثلا القصه بتاعه هانوي تاورز، الفكره بتاعه الديسكات او الاقراص بتاعه هانوي اللي بتبقى عايز تنقلها من بنك لبنك باستخدام بنك تاني تم. او مثلا على سبيل المثال من اشهر الحاجات بتاعه الريكيرجن اللي اتكلمنا عنها هو الفاكتوريال المضروب. لو انا عايز اجيب مثلا الفاكتوريال بتاعه 5، لو حضراتكم فاكرين هو عباره عن 5 في 4 في 3 في 2 في 1. فاكتوريال 6 يبقى 6 في 5 في 4 في 3 في 2 في 1. طيب الفكرة كلها انه ده حل اتريتيف اللي هو نعمل فور لوب ونضرب من اول واحد في اتنين في تلاتة طول ما انا عمال بزود لغاية الدمبر اللي انا هقف عنده.
لكن الفاكتوريال له حل تاني، ان انا ممكن احله عن طريق الريكيرجن، وريكيرجن معناه ان انا اعبر عن الفاكتوريال بدلاله الفاكتوريال نفسه. ازاي؟ لو انا عايز اجيب فاكتوريال الخمسه مثلا، انا اقدر اقول عليه ان هو عباره عن خمسه في فاكتوريال الاربعه. كده يبقى انا عبرت عن فاكتوريال الخمسه بفاكتوريال اقل منه شويه اللي هي الاربعه، عباره عن خمسه في فاكتوريال الاربعه. طب ولو انا عايز اجيب فاكتوريال الاربعه؟ يبقى عباره عن 4 تايمز فاكتوريال الثلاثة. طب حلو قوي. طب ولو انا عايز اجيب فاكتوريال الثلاثة؟ 3 في فاكتوريال الاثنين. طب ولو انا عايز اجيب فاكتوريال الاثنين؟ 2 في فاكتوريال الواحد. طب فاكتوريال الواحد ده بقى التريفيال كيس او البيزك كيس، بنقول انك لو كانت الحاجه اللي انت عايز تجيب الفاكتوريال بتاعها بواحد، فهي الفاكتوريال بتاعها معروف وثابت برقم ثابت اللي هو عباره عن واحد. تبدا بقى القيم ترد ده في ده في ده في ده لغايه لما توصل للفاكتوريال اللي انت عايزه. وهي دي قضيه الريكيرجن، انك دايما بتعبر عن البروبلم بدلاله نفسها بشكل ابسط وبشكل انها تصغر شويه شويه الى ان تصل الى التريفيال كيس اللي يبدا يتفك عندها اللوغاريتمات كلها. طب السؤال بقى اللي بيفرض نفسه، لو انا قدام الجوريزم بيستخدم الريكيرجن وانا عايز احسب الاوردر بتاعه، الاوردر بتاعه كام؟ فانا هقدر احسبه ازاي وهو معقد كده انه الالجوريزم بدلاله نفسه يعني؟ فبيقول لك انك اول حاجه بنعملها لو حضراتكم فاكرين، ان انا بعد البيزك ستيبس اللي موجوده في الالجوريزم دي عباره عن ايه؟ اللي هو نقعد نعد بقى ده لوب، فاللوب دي بتلف ان من الستيبس، ودي مش عارف اساينمنت دي بواحد، وده اندكسنج ده بواحد، ونقعد نعد عشان نوصل في الاخر اننا نعبر عن الران تايم كفانكشن ان تيرمز اوف الانبوت سايز، ونوصل لايكويشن بالشكل ده، ان مثلا تي اوف ان بتساوي، كنا مثلا قبل كده حاجه زي 7 ان بلس 3 بلس ان سكوير وات ايفر حاجه ما. الايكويشن دي بتعبر عن الران تايم، من الران تايم دي بنحاول ان احنا نوصل في الاخر الفانكشن دي اوف اوردر ايه. لكن الملفت للنظر في حاله الريكيرسيف فانكشن هو انه التي اوف ان بيتم التعبير عنها بدلاله نفسها، بدليل الايكويشن اللي قدامنا دي، تي اوف ان ايكوال تي اوف ان ماينس 1 بلس ان. صحيح ان التي اوف ان هنا اتكتبت في صوره تي اوف ان ماينس 1 حاجه كده زي فاكتوريال الخمسه عباره عن فاكتوريال الاربعه. لو انا سالتك فاكتوريال الخمسه خد وقت قد ايه؟ فتقول لي هو عباره عن فاكتوريال الاربعه زائد خطوه واحده مثلا اللي هي الخمسه اللي اتضربت دي، حاجه زي كده يعني. فهو هنا لو انا قدامي حاجه زي كده، فدي بنسميها احنا كلمه ريكارنس. يبقى ايه هي الريكارنس؟ الريكارنس هي عباره عن ايكويشن او انيكواليتي، يا معادله يا متباينه. طبعا الانيكواليتي حضراتكم عارفين علامه اليساوي بتتشال وتبقى ليس زينور ايكوال او جريتر زينور ايكوال او حاجه زي كده. المهم ان هي ريكارنس ايكويشن او انيكواليتي، بتعمل ايه؟ بتديسكرايب فانكشن ان تيرمز اوف اتس فاليو بدلاله نفسها بس بسمولر انبوتس. لو انا بتكلم على ان تلاقيه ان ماينس 1 او ان على 2 او ان على 3 او ما الى ذلك. طيب مشكلتي انا ايه؟ ان انا عايز اسولف الريكارنس دي. ما المقصود بكلمه اني اسولف يعني احلها؟ ما هو انا كده بعرف الماء بالماء، يعني انا الطرف اليمين بتاعي هو نفسه الفانكشن على الشمال بس بقيم اقل. لو انا عايز احسب الران تايم بتاع الالجوريزم، او باسلوب اخر عايز اوصل للاوردر بتاع الالجوريزم ده عباره عن ايه؟ هوصل له ازاي كده؟ كده انا مش عارف، كده انا تايه. فانا بحتاج ان انا اسولف الريكارنس دي. يعني ايه كلمه سولف الريكارنس دي؟ يعني اوصل لاكسبليسيت فورمولا اوف ذا اكسبريشن، اوصل لصيغه صريحه للاكسبريشن ده، يعني ما يبقاش بدلاله الفانكشن، يعني يبقى زي البني ادمين الطبيعيين، ده بيساوي مثلا ان سكويرد بلس 2 ان بلس 3 حاجه زي كده يعني. او ان انا بوصل ل اكسبريشن يبقى بدلاله الان بس مش بدلاله الفانكشن دي نفسها، هو ده المقصود بيها السولف بتاع الفانكشن. وبناء عليه هرجع اوقع بقى الثوابت واوقع الاوردرات الصغيره او الاس الصغير عشان اوصل في الاخر ان انا اعبر على ان الالجوريزم ده اوف اوردر كذا. هل انا اقدر اعمل الكلام ده؟ هو ده اللي احنا هنشوفه في المحاضره بتاعه النهارده. في الاول دي شويه اكزامبلز للريكرنسز المفروض ان حضرتك بتحفظها او من كتر الاستخدام بتعلق في دماغك. لو انا عندي على سبيل المثال ريكارنس الجوريزم عباره عن
T of N equal T of N minus 1 plus N. ساعتها بعد بقى ما نحل ونوصل للأوردر بتاع الألجوريزم ده هنوصل لإيه؟ هنوصل لإيه في الآخر؟ قال لك الألجوريزم ده هيوصل لثيتا أوف إن سكوير. طبعًا ثيتا ده معناه إنها أبر باوند ولور باوند بالظبط، يعني ده معناه إنها أوف أوردر إن سكوير صح، وفي أوميجا إن سكوير صح، عشان أقدر أقول في الآخر إنها أوف ثيتا إن سكوير. طب هو إيه اللي خلاها تبقى أوف إن سكوير؟ ودي معناها إيه؟ أنا مش فاهم الحتة دي عبارة عن إيه؟ تعرف دي عبارة عن إيه؟ تخيل كده معايا فانكشن، ماشي؟ الفانكشن دي ريكيرسيف يعني بتنادي على نفسها. فأنت مثلا عايز تحسب التايم بتاع الفانكشن دي، ده اللي هو تي أوف إن. طب ما هي آخر خطوة فيها بتنادي على نفسها، تمام؟ اللي هي تي أوف إن ماينس 1، بس بتنادي بسايز أقل. يعني لو كان سايز الانبوت بتاعي 5 فانا بنادي على الفانكشن دي ب 4، حاجه زي الفاكتوريال. طب امال ايه زائد ان دي؟ عارف ان دي يعني ايه؟ يعني ممكن يكون في قلب الكود ده لوب قبلها، قبل خطوه الريكيرجن، اللوب دي بتلف ان تايمز، ان من المرات، وبعد كده تبدا الفانكشن تنادي على نفسها بان ماينس 1. يعني الخمسه هتنادي على 4 وهتنادي على 3 وهتنادي على 2 وهتنادي على 1، بس في كل مرة من الحاجات دي قبل ما تعملها هتعمل لوبة سايزها ان، تمام؟ وده كأنه مع كل لفة بتحصل كول تاني على الريكيرز، مع كل لفة يعني كل كول الفانكشن بتنادي فيها على نفسها هيحصل لوب كاملة سايزها ان، وده اللي هيخلي كأنها بديل للنستد لوب، فيقوم ده يديك اوردر ان سكوير بالظبط كده. طبعا دي هنشوفها دلوقتي ماثيماتيكال لما تيجي تتحل، تتحل ازاي وتوصل للاوردر ده، دي مجرد اكزامبلز دلوقتي. طب لو احنا بصينا على ريكارنس ثانيه، تي اوف ان بتساوي تي اوف ان على 2 بلس سي. طيب الريكارنس دي معناها ايه؟ معناها ان عندي فانكشن انا عايز احسب التايم بتاعها. بفكرك الان بيمثل حجم الانبوت، يعني سي مثلا ان انا كاني ببصلها اري مثلا سايزه ان، او سي ان انا بدخل لها رقم ان، حاجه زي كده. طيب ايه اللي بيحصل لما بتبعت لها الاري سايزه ان ده؟ فبتقوم ماسكه هي الاري ده قسمها على 2 يعني نص، وتنادي على تي اوف ان على 2 زائد سي، وطبعا التي اوف ان على 2 هترجع هي كمان تقسم تبقى كانها ان على 4 وتنادي سي. ده معناه ان في خطوه مثلا قبلها زي اساينمنت او حاجه بتتنفذ، بيفترض ان التايم بتاعها كونستانت او ثابت سي. طيب ده معناه ان الالجوريزم ده هيبقى شغال ازاي لو انا عايز احسب الران تايم؟ بص كده معايا، اري سايزه ان، سي سايز 10، فأول مرة العشرة دي هتتقسم على 2 تبقى 5، يبقى الفانكشن هتنادي على نفسها بس المرة دي تبعت 5. بعد كده الخمسة دي تتقسم على 2، سي 5 على 2 يبقى 2.5، ماليش دعوة بالنص لأن أنا بشتغل انتجر، بقت على 2. الاتنين دي ترجع تتقسم كمان مرة على 2 يبقى بواحد. الواحد ده خلاص كده أنا خلصت. خلصت ليه؟ لأن أنا هفضل أقسم الليستة للنص 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 لغاية ما يبقى مفيش فيها غير إليمنت واحد اللي هي التريفيال كيس في الغالب، وتبدا ترد عندها. لو انا كده سالتك العدد الخطوات دي هتبقى عباره عن ايه؟ فانت لو انت فكرت شويه الاجابه هتبقى عباره عن يا دكتور ده معتمد على هو حجم الليسته دي كل مره انا بقسمه على 2 هيوصل بقى لانه يبقى مكون من اليمنت واحد امتى؟ ايوه صح. طب وده ماثيماتكس يبقى عباره عن ايه؟ ده يبقى عباره عن لوج ان بيس 2، يعني سايز الاري ده 2 اس كام؟ لان على حسب هو 2 اس كام يبقى دي عدد المرات اللي الاري ده هيتقسم فيها للنص عشان يوصل في الاخر، لان الاري يبقى مكون من اليمنت واحد فقط. عشان كده يبقى ساعتها لو كانت الريكرنس بتاعتك بتعبر عنها تي اوف ان بتساوي تي اوف ان على 2 زائد سي، يبقى انا اقدر اقول انها اوف اوردر او اوف ثيتا لوج ان. طيب تعالوا نبص على الريكارنس الثالثة. الريكارنس الثالثة هي عبارة عن تي اوف ان بتساوي تي اوف ان على 2 زيها زي اللي فوق بالظبط، بس بلس ان. بلس ان يعني ده معناه انه بيقسم وكمان معاه لوب، سي مثلا لوب عدد خطواتها ان، ان من الخطوات.
فبيعمل ده وبيقسم، بيعمل ده وبيقسم. طيب هنا بقى في صراع في الموضوع دوت، لانه ايه بقى بيعمل ايه؟ لانه كده كده محتاج انه يلف على الام دي او كانها لوبه، وهنا كمان الحته دي لوج ان، هيبقى الماكسيموم بتاع الكلام ده الام ولا اللوج ان هتبقى لصلاحيه الام، فيطلع الاوردر بتاعي اوف ان. ممكن تكون مش مستوعبها قوي او مش متخيلها قوي، لكن لو انت بصيت عليها بالطرق اللي جايه بعد كده بالشرح هتفهمها باحد الطرق، لان في دلوقتي هنشرح الطرق المختلفه لانك انت تصوم في الريكارنس. دي مجرد اكزامبلز بنحاول نتخيلها مع بعض. طيب في الحاله اللي قدامنا دي تي اوف ان بتساوي 2 تي اوف ان على 2 بلس 1. تخيل ده معناه ايه كبروجرامنج؟ ده معناه حضرتك انك بتمسك الليسته دي الاري اللي جاي لك بتقسمه على 2 تجيب نصه، بس انت مش بتاخد نص وبترمي النص التاني، لا خالص، انت هتشتغل على النص ده وهتشتغل على النص ده، عشان كده في 2 تي اوف ان على 2 زائد 1. الواحد ده قد يكون اي كونستانت اماونت بتاع ورك تاني، شغل تاني زي اساينمنت اندكسنج اي حاجه من الحاجات دي، التايم بتاعها زائد 1 اللي انت شايفه قدامك ده، او اي كونستانت موجود. وبناء عليه هنا كنت بتقسم سايز الاري كله، او في دي احسن بتقسم سايز الاري للنص، يعني هم كانوا 10 اليمنت هتشتغل على 5 بس، طب والخمسه التانيين لا خلاص ما بقوش موجود معاك، لكن هنا 2 تي اوف ان على 2 يعني انت هتشتغل على النص ده وهتشتغل على النص ده، فانت عايز التايم بتاع ده وعايز التايم بتاع ده، فده هيوصلنا في الاخر الى انها تبقى الاوردر بتاعها اوف ان، او السيتا بتاعتها هتبقى اوف ان. طيب تعالوا نشوف مثال لاشهر الالجوريزمات اللي هي بقدر اعبر عنها في صوره ريكارنس ايكويشن، او طبعا من اشهر الحاجات اللي خدناها هو الباينري سيرش. الباينري سيرش بفكر حضرتك فيه دي فانكشن بتنادي على نفسها. نادي على نفسها ازاي؟ الباينري سيرش الفكره بتاعتها ان انت معاك اري، لازم الاليمنتس الموجوده جوه الاري دي تبقى اوردرد، اوردرد يعني مترتبه، وده واضح في الارقام او في الفاليوز اللي احنا شايفينها قدامنا. الاري اللي قدامنا ده سايزه 8 اليمنتس، 8 اليمنتس، بادئ من اندكس 0 ومنتهي عند اندكس 7. ال LO ده اللو اندكس، او الاندكس اللون الستارت بتاعه اللي هو كانه عند اندكس 0، والهاي اندكس دوت هو عند 7 تمام، والميد ده اللي هو هيبقى العنصر اللي في النص عباره عن ايه. المطلوب انك تسيرش الاري ده على element الفاليو بتاعته هي x. اوكي فالفانكشن اللي موجوده او الالجوريزم مكتوبه في صوره تحت مسمى باينري سيرش. ايوه هتسيرش جوه ايه؟ هتسيرش جوه array اسمه ايه؟ ايوه هتسيرش على الاري كله ولا هتسيرش على ايه؟ من اول اندكس لو لغايه اندكس هاي. فكده في اول مره لو انت عايز تسيرش على الاري كله يبقى هتبدا من 0 والهاي دي هتبقى ب7. وبتسيرش على ايه بقى بالظبط؟ ايه هو الكي اللي انت بتسيرش عليه؟ هو اكس اللي هي فاليو مان. فالخطوات بتاعت الالجوريزم ببساطه شديده، الاول بيبدا يامن نفسه وبيقول له خد بالك ان لازم يكون الاندكس بتاع اللو لازم يكون اقل من الاندكس بتاع الهاي، لان ده الستارت وده الاند، ما ينفعش العكس. فبدا بالتشكايه الاولانيه دي، بيقول له if low is greater than high، لو اللو كان اكبر من الهاي ريتيرن فولس، كده يبقى في ايرور. ازاي يعني الستارت اندكس يبقى اكبر من الاند اندكس بتاعي؟ طيب خلاف كده بقى نخش في الحاله الطبيعيه بتاعت الالجوريزم. الالجوريزم بيشتغل ازاي؟ الالجوريزم بيجيب الميد اندكس، الاندكس اللي في النص. طب وده هيجيبه ازاي؟ بيجمع اللو زائد الهاي على 2، هيجمع الزيرو زائد السبعه، فزيرو بسبعه يبقى 7 على 2 فيها 3.5، لا مش 3.5 لان احنا بنقسم انتجر ديفيجن، فهيبقى هيوقع النص وهيجيب لك 3، وده معناه ان الميد ده دلوقتي هو الاندكس بتاع العنصر اللي في النص اللي هو الثلاثه ده. طب جاب الاندكس اللي في النص اللي هو ميد ده يعمل ايه بعد كده؟ بيبدا يقارن الفاليو اللي هو بيدور عليها، هل هي اللي موجوده في الميد ولا لا؟ فبيبدا يقول اف اكس اللي هي الكي اللي بيسيرش عليه بيساوي ايه اوف ميد، هل هو بيساوي العنصر اللي في النص في قلب الميد ده؟ لو ده حصل يبقى يا سعد يا هنايا ريتيرن ترو، انا لقيت خلاص العنصر اللي انا عايزه. طيب لو مش ترو وما طلعش العنصر ده هو اللي انا بدور عليه اللي في النص،
فيبدأ قدامه حاجة من الاثنين، يا إما يسيرش في الصب ليست اللي على الشمال، الليست الصغيرة اللي على الشمال، أو يدور عليه في الليست اللي على اليمين. على أي أساس هيحدد الليست اللي على الشمال ولا الليست على اليمين؟ بما إن الداتا اللي موجودة في قلب الأري دي أوردرد مترتبة، فده معناه إن كل الفاليوز اللي موجودة على شمال العنصر ده الفاليو بتاعتها أقل من الميد فاليو، وكل العناصر اللي موجودة على اليمين أو الأعلى من الاندكس بتاع الميد ده هي فاليوز أكبر من العنصر اللي في النص. فهتبدأ عملية كومباريزون تانية بأنك بتقارن الكي موقفه إيه بالظبط بالعنصر اللي في النص. احنا في الأول اتشكينا هل هو بيساويه ولا لا. هنا بقى بقول والله لو كانت الإكس ليزان A of mid، لو كانت القيمة اللي أنا بدور عليها أقل من الفاليو اللي موجودة في الميد ده، يبقى أنا هبدأ أسيرش في الساب ليست اللي موجودة بتاعت الفاليوز الصغيرة اللي موجودة على الشباك. فبيبدأ يعمل إيه؟ هنا بقى يعمل ريكيرسيف كود، يعني الفانكشن تنادي على نفسها. فبدأ ينادي على الباينري سيرش، هيدور استيل في الأري اللي اسمه إيه؟ أيوه، حدد بقى بداية والنهاية بتاعت الساب ليست اللي موجودة. بدايتك هي هيها اللون، طب ونهايتك هي عبارة عن العنصر اللي قبل الميد بواحد، لأن الميد ماينس وان. أيوة، بتسيرش على إيه؟ أنا ستيل بسيرش على إكس. أما لو كان الإكس إز جريتر زين إيه أوف ميد، أما لو كان الإكس اللي أنا بدور عليه أكبر من الفاليو اللي موجودة في ميد، فده معناه إن أنا هبدأ أعمل ريكيرسيف كول، بس المرة دي هحدد له الساب ليست اللي موجودة على اليمين، اللي هي البداية بتاعتها هي عبارة عن الميد زائد واحد، والنهاية بتاعتها هتبقى نهاية الليست اللي هي الهاي، وبسيرش على اكس، على الفاليو بتاعتي اللي انا ببدأ اتكلم عليه. ده الالجوريزم بتاع الباينري سيرش في الفيرجن بتاعه الريكيرسيف، او ان الفانكشن بتنادي على نفسها. طيب تعالى نشوف كده اكزامبل بالنمبرز او بالارقام بيطبق الكلام ده ازاي. مثال قدامي اهو، انتجر a of 8 معرف الاري فيه 8 elements، عمل له initialization بالvalues دي 1 2 3 4 5 6 ولا 5 7 9 11، وبدا يحدد او يعمل كول اولاني اللو بتاعتي بزيرو، الهاي بتاعتي بسبعة، هو بيسيرش على الاكس بتاعته بسبعة. هيبدا يحصل ايه بالظبط؟ تمام، هيبدا يسال يقول له هل اللو اكبر من الهاي؟ طبعا لا، يبقى كده تمام. يبدا بقى يحسب الميد بتاعه. الميد بتاعه هيحسبه ازاي؟ لو زائد الهاي على 2، 0 بلس 7 ب 7، 7 على 2 يبقى الاندكس بتاعي المفروض 3.5، قلنا ده انتجر ديفيجن يبقى ب 3. فهيبدا يعرف ان الميد هو عند اندكس 3. هيبدا بعدها يعمل كومباريزون ما بين الاكس اللي هو بيدور عليها اللي هي 7، وما بين الفاليو اللي موجوده عند ال 3 اللي هي A of 3 اللي هي 4. ايه علاقة هل السبعة بتساوي اربعة؟ الاجابة لا. طب السبعة اقل من الاربعة؟ الاجابة لا، ده السبعة اكبر من اربعة. ايوة، فيبدأ ينادي على الريكيرسيف او ريكيرسيف كول مرة تانية، بس يحدد له الساب ليست اللي موجودة على اليمين، لان الفاليو اللي بيسيرش عليها اكبر من الفاليو اللي موجودة عند الميد فاليو اللي كانت موجودة في الاري. هيبدأ بقى يبعت لها الاندكس بتاعه، هيبقى من اول اربعة وده اللو، والهاي اندكس هيبقى بتاعه بسبعة. طب ما يبقى عند اربعة وسبعة زي ما احنا شايفين، هيبدأ يجمع الاثنين على بعض، اربعة بلس سبعة يطلع 11، 11 على اثنين تطلع خمسة ونص، قلنا لا ده انتجر ديفيجن يبقى تطلع خمسة. يبقى الميد اللي جاي بعد كده هو عبارة عن اند اندكس خمسة. هيبدأ يقارن السبعة بالسبعة الفاليو اللي موجودة عند اندكس خمسة، ففعلا هيلاقيها، يبقى اكس كده فاوند ويرجع القيمة وتمام التمام. مثال اخر دلوقتي معانا هو نفس الاكزامبل اللي فات بالظبط، بس الفرق الوحيد انه غيرنا الكي اللي انا ببدأ ادور عليه. الكي اللي انا بدور عليه دلوقتي هو عبارة عن ايه؟ بدل ما انا كنت بسيرش المره دي على فاليو مش موجوده اوريدي في الليست، يعني انا بسيرش على 6 وال6 اصلا مش موجوده في قلب الليست، ايه اللي هيحصل؟ تعالوا نبدا نشوف. فاول مره انا هنادي على الباينري سيرش، هحدد اللو اندكس والهاي اندكس
بالليسته كلها. اللو اندكس بتاعي هيبقى عند اندكس 0، الهاي اندكس بتاعي عند 7، وانا بسيرش بالسيرش كي اللي هو عباره عن 6. فهيبدا يحصل ايه؟ هيجمع اللو زائد الهاي ويقسم على 2. 0 بلس 7 هيبقى 7، 7 اوفر 2 هيبقى ب 3، فده الاندكس اللي في النص. هيبدا يقارن الفاليو بتاعت الكي اللي هي الاكس مع الفاليو بتاعت الميد فاليو اللي موجود. هل السته علاقتها بالاربعه؟ هل بتساوي بعض؟ لا ما بتساويهاش. فيبدا يشوف هل السته اقل من الاربعه؟ لا، السته اكبر من الاربعه. فعشان السته اكبر من الاربعه هيبدا يسيرش في السب ليست اللي هي على يمين الميد فاليو. طيب ودي بيبدا يحددها ازاي؟ بيمسك الميد يجمع عليها واحد، دي تبقى اللو بتاعته، والهاي يفضل زي ما هو اللي هو السبعه اللي موجوده اللي احنا شايفينها. فدلوقتي اللو بتاعتي بقت باربعه والهاي بتاعي بقى بسبعه. هيبدا يسيرش المره دي على الفاليو ديت في الريكيرسيف كول، بس المره دي البدايه ودي النهايه بتاعته. يبدا يجمع الاندكس ده مع الاندكس ده اللي هو 4 و7 11، 11 يقسمهم على 2 يطلع 5، فهو ده الميد اليمنت اللي موجود هنا. هيبدا يعمل كومباريزون ويقارن ما بين السيرش كي اللي هو السته بالميد فاليو اللي موجوده اللي هي السبعه. هل السته بتساوي السبعه؟ طبعا لا. طب هل السته اقل من السبعه؟ ايوه اقل. فيبدا يحدد السب ليست اللي قبلها. السب ليست اللي قبلها دي اللي هي عباره عن ايه؟ بدايتها هتفضل هي هي هاللو، ونهايتها الهاي هتبقى عباره عن الميد ماينس 1. فالمد اصلا بخمسه ماينس 1 باربعه، يبقى كان الليسته بتاعته دلوقتي بدايتها ونهايتها اليمنت واحد بس، لانها مكونه من اليمنت واحد. هيبدا يقارن السته بالخمسه، هل هي بتساويها؟ طبعا لا ما بتساويهاش. فهيبدا يعمل ايه؟ هيقول هل السته اقل من الخمسه؟ لا هي مش اقل من الخمسه. السته هتبقى اكبر من الخمسه، فيبدا يكون السب ليست الاكبر من الميد اللي هو اصلا ما فيش غير اليمنت واحد بس هينفذ عليها الكود عادي، اللي هو ايه بقى؟ اللو يتجمع عليه واحد، فاللو هيبقى كانه بادئ من عند خمسه، في حين ان الهاي يفضل زي ما هو في اربعه، وبكده يعتبر اللو بدا يبقى سابق الهاي. لو رجعنا كويس في الالجوريزم بتاعي تلاقي اول تشيكات بتتعمل بتقول له لو كان اللو اكبر من الهاي ريتيرن فولس، فهو ده اللي هيحصل في الحاله دي، اللو هيبقى اكبر من الهاي فهيديني فولس، وده معناه ان الاليمنت نوت فاوند، يعني العنصر ده مش موجود دلوقتي، وكده خلاص والرنه بتاعت الالجوريزم بتاعي خلصت. سؤال بقى مع الالجوريزم اللي احنا شايفينه قدامنا ده، لو حبينا نعمل اناليسيس للالجوريزم اللي هو بمعنى اصح انا عايز استيميت الران تايم بتاعي عباره عن ايه؟ عايز احسب الالجوريزم ده ياخد وقت قد ايه كتايم. فلو جينا عملنا اناليسيس للبيزك ستيبس بتاعته هنلاقي التشيكايه الاولانيه عباره عن اف لو اكبر من هاي. التشيكايه عباره عن اكسبريشن يعني هيحصل له ايفاليوشن كومباريزون، فده سي ان هو ياخد تايم وليكن كونستانت تايم سي 1 وقت ما من البروسيسور عشان ينفذ العمليه دي اللي هو سي 1. ترجع بعد كده تلاقي عمليه اساينمنت مع ارثماتيك اوبريشن زي لوجا هاي على 2 وتتاساين في الفاريبل اسمه ميد. هنفترض كمان انها هتاخد كونستانت تايم تاني اسمه سي 2 عشان انفذ الخطوه دي. اف اكس ايكوال ايه اوف ميد، دي عمليه كومباريزون مقارنه زي اللي فوق، هتاخد كونستانت تايم تاني وليكن سي 3. يبقى انا معايا في الثلاثة ستيبس دي كل واحده من دول ده تايم ثابت بيتاخد في عمليه الكومباريزون هنا، في عمليه الاساينمنت والايفالويشن هنا، في عمليه الكومباريزون الايكواليتي هنا. ده سي 1 ده سي 2 ده سي 3، التايم بتاعه ثابت وات ايفر الفاليو بتاعته عباره عن ايه. لكن هنا بقى اف اكس اقل من الاي اوف ميد، ايوه اعمل ايه؟ باينري سيرش. باينري سيرش يعني انا هنادي على الالجوريزم مره ثانيه، اه بس هتنادي بعمليه سيرش المره دي في نص الليست. يعني لو كانت الالجوريزم ده عشان يترن ياخد تايم دي اوف ان، يبقى الحته دي بس هتاخد نص التايم ده او التايم بتاع ان على 2، نفس البروبلم بس بسايز اقل اللي هي ان على 2، وهنا كمان نفس البروبلم بسايز اقل اللي هي ان على 2. طبعا هو يا اما يدخل في دي يا اما يدخل
في دي يا اما يدخل في دي، يعني مش كلهم بيتنفذوا مره واحده. وبناء عليه نقدر نقول ان التايم بتاع الالجوريزم ده عباره عن شرايط كونستانت، اللي هي في الاخر هنعتبر ان ده كونستانت سي زائد التايم بتاع نص الليسته اللي هو تي اوف ان على 2. بس ده كده باستيميت بي الرننج تايم بتاع الري سايز وان مع الباينري سيرش هياخد وقت عباره عن ايه. جميل جدا. لو انا بقى معايا ايكويشن بالشكل ده تي اوف ان بتساوي سي بلس تي اوف ان على 2، دي بقى اللي احنا بنسميها ريكيرنس ايكويشن، يعني تعبير عن الران تايم بس بدلاله نفسه. تي اوف ان تعبر عنها بدلاله تي اوف ان على 2. انا بقى عايز احكم الالجوريزم ده في اوردر كام، ان ولا ان سكويرد ولا ان لوج ان ولا ايه قصته بالظبط، ولا لوج ان بس. انا هو الاوردر والثيتا والاوميجا هما اللي بيستخدموا في ان انا اتعرف على كفاءه او الافشنسي بتاعه الالجوريزم ده. دي كده بعرف الماء بالماء. طب يعني هعمل ايه؟ فانا عايز احل الريكيرنس اللي قدامي ده. عشان اعمل سولفنج للريكيرنس دي في عندي اربع ميثودز، اربع طرق. الطريقه الاولانيه بنسميها الايتريشن ميثود، الطريقه الثانيه بنسميها سبستيتيوشن ميثود ان انا التعويض او اعوض، ريكيرجن تري ميثود ان انا بستخدم تري او شجره عشان اعبر، ثم اخر حاجه ماستر ميثود. هما دول الاربع طرق اللي بيستخدموا عشان اقدر اسولف الريكيرنس. بفكر حضرتك ما معنى كلمه سولفنج الريكيرنس؟ سولفنج الريكيرنس ان انا اوصل لفورمولا او صيغه اعبر بيها عن الران تايم بتاع الالجوريزم ده ما تبقاش بدلاله نفسها، عشان اقدر احكم في الاخر انها فعلا اقدر اتعامل معاها او اقدر احدد الاوردر بتاعها ولا لا. دي نقطة مهمة جدا في التعامل. تعال بقى نبدأ نشوف طريقة عبارة عن ايه. الطريقة الاولانية اللي هي فكرة الاتريشن ميثود. الاتريشن ميثود هي عبارة عن ايه؟ اني بفك الريكارنس دي بدلالة السبميشن. يعني عارفين العلامة بتاعت الماثيماتكس بتاعت سيجما، اما انا مثلا بقول لك ايه؟ سيجما اي من اي بتساوي واحد لان ده الرمز، لكن لما تيجي تفكه دي كانها عباره عن اي 1 بلس اي 2 بلس اي 3 بلس نقط لغايه اي ان. فده معنى هنا الاتريشن ميثود، ان انا ببدا افك الريكيرنس دي لمجموع حاجات عشان اقدر اوصل في الاخر الى الانيشال كونديشن او التريفيال كيس، الحاله البيزك اللي بتفك لي التالسون ده، وبعدين ارجع اجمع الفك اللي انا عامله ده، وبالتالي اقدر اعبر عنها في صوره سميشن محدد، ويبقى انا كده فكيت حته ان انا بعبر عن الحاجه بنفسها. طيب تعالوا نشوف مثال عشان نقدر نفهم الاتريشن ميثود دي شغاله ازاي. الريكيرنس الاخيره اللي معانا اللي هي بتعبر عن الباينري سيرش، اللي هي عباره عن تي اوف ان بتساوي سي بلس تي اوف ان على 2. دي انا عايز ابدا افكها عشان اعرف هي الاوردر بتاعها عباره عن ايه. طيب تمام، تتفك ازاي دي؟ طيب الايكويشن عندي تي اوف ان بتساوي سي بلس تي اوف ان على 2. طيب انا بقى عايز افك التي اوف ان على 2 دي تبقى عباره عن ايه؟ طيب ما هي التي اوف ان على 2 دي في حد ذاتها لو انا حطيتها هنا هتبقى هي عباره عن ايه؟ عباره عن السي بلس، ما هي الان بقت ان على 2 تبقى دي هتبقى ان على 4، يعني تي اوف ان على 2 لو انا عوضت فوق هنا بدل ان بقت ان على 2 تبقى دي تي اوف ان على 4. طيب ولو كان المكان الان دي تي اوف ان على 4 يبقى اما اتعوض هنا تبقى عباره عن سي بلس تي اوف ان على 8. طب انا هعمل كده، هقول تي اوف ان بتساوي سي بلس تي اوف ان على 2، يبقى انا عايز افك تي اوف ان على 2. تي اوف ان على 2 تتفك ازاي؟ تبقى هي عباره عن سي زائد تي اوف ان على 4. طب انا عايز افك التي اوف ان على 4، طب ما التي اوف ان على 4 تبقى عباره عن هي كمان سي زائد تي اوف ان على 8. طب انا محتاج افك التي اوف ان على 8 هتبقى عباره عن سي زائد تي اوف ان على 16 وهكذا. طب السؤال بقى اللي بيفرض نفسه، هو انا هفضل اقعد افك 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 كده لغايه لما اوصل لايه؟ المفروض انت في كل مره ماسك الليسته بتاعتك وبتقسم السايز بتاعها على 2 لغاية لما نفسك ومن عينك ان الليستة تخلص. الليستة تخلص دي يعني توصل لليستة السايز بتاعها 1، بعد كده انت مش هتعرف تعمل حاجة، خلاص مش هتتقسم دي اللي هي تي اوف ان. طب السؤال، انت هتوصل لتي اوف 1 ده، تي اوف 1 ده بعد قد ايه؟ يعني بعد كام سي من دول، بعد كام اسمة من دول؟
لو انت افترضت ان ال n ده اللي هو سايز الليسته هو عباره عن 2 اس حاجه 2 اس k، يبقى انت هتوصل للكلام ده بعد k من المرات، صح كده ولا لا؟ ما انت في كل مره بتمسك السايز ده تقسمه. يعني لو الليسته تاني، لو انا معايا array سايزه 8 8 عناصر، طب ما هو 8 عناصر دولت، يبقى انا لو قسمت على 2 يبقى هتبقى السب ليست مكونه من 4، الاربعه دي قسمتها على 2 كمان يبقى هتبقى السب ليست بتاعتها مكونه من 2، لو انا قسمت الاثنين دول على كمان 2 يبقى الليسته بتاعتها بتساوي 1، وهو ده اللي انا عايز اوصله. فلو كان السايز بتاع الانبوت قدرت اعبر عنه في صوره 2 اس كي، يعني ما هي 8 2 اس 3، يبقى انت هتصفي الليسته دي في حجمها في كل مره بتقسم على 2 لما تبقى واصل ل 3 مرات 2 اس 3، يبقى ساعتها يبقى في عندك سي بلس سي بلس سي زائد المنظر اللي احنا شايفينه قدامنا ده. فانا عشان اقدر اوصل، يبقى انا لو افترضت ان ال ان دي قدرت اعبر عنها في صوره 2 اس كي، يبقى تي اوف ان دي هتبقى عباره عن سي بلس سي بلس سي كي تايمز لغايه ما توصل للتي اوف 1. طيب جميل جدا، معنى كده ان دول بقى كام سي؟ دول كام سي؟ استنى، مش انا قلت ان بتساوي 2 اس كي؟ اه تمام جدا، هو المفروض ان دول عباره عن كي سي، ما هم السي مجموعه كام مره؟ كي من المرات. طب ما هو كي دي لو عبرنا عنها هي الاس، لو انا قلت ان بتساوي 2 اس كي يبقى انا اقدر اقول على ان الكي هو عباره عن لوج ان بيس 2، يعني 2 اس كام تديني ان اللي هو ده الكي. فيبقى رياضيا انا شلت دلوقتي سي كي، هي المفروض يا جماعه تبقى عباره عن سي في كي، سي سي في كي، فالكي هي عباره عن لوج ان، يبقى انا اقدر اقول دلوقتي ان دي عباره عن سي لوج ان بلس تي اوف 1، التايم بتاع اللي هناخده لو كان الاري مكون من 1 element بالظبط. طبعا لو انا قدرت اوصل ان تي اوف ان ده التايم بتاعها، وخدوا بالكم من علامه يساوي انها مش اقل من او اكبر من، يبقى انا بتكلم دلوقتي على النوتيشن بتاع السيتا، هوقع الكونستنتس الموجود، يبقى انا اقدر اقول ان تي اوف ان ساعتها اوف سيتا لوج ان، سيتا لوج ان. يا رب كده تكون الامور واضحه والدنيا بالنسبه لنا كويسه. طيب ناخد مثال تاني لإتريتيف تاني. لو انا عندي الجوريزم ما تم التعبير عن الران تايم بتاعه بدلاله السايز انبوت ان بالايكويشن اللي احنا شايفينها قدامنا ده، تي اوف ان بتساوي ان بلس 2 تي اوف ان على 2. طبعا يعني احنا بنركز انه الراجل ده عمل ايه؟ الراجل ده الالجوريزم كانه بيمسك الليسته بتاعته ويقسمها نصين، بس مش بيوقع نص وبيشتغل على نص تاني، لا ده بيشتغل على الاثنين بدليل ان هو بياخد 2 في التايم بتاعه في ان على 2، مش كده وبس، وبيجمع عليه كمان ان، ان ده ممكن تكون لوبه مثلا عدد خطواتها ان، فده كده قدر ان هو يعبر عن الالجوريزم بدلاله الريكرنس دي. حلو، احنا بقى عايزين نحلها. يعني ايه نحلها؟ يعني انا عايز اوصل الاوردر بتاعها كام؟ انا عمري ما هعرف اوصل للاوردر بتاعها بدلاله طول ما هي بالتي اوف ان على 2 اللي احنا شايفينها قدامنا دي، لازم افكها. فبفكها بطريقه الاتريشن، ان انا امسك دي وافكها بدلاله كل واحده منها. فخدنا اهو التي اوف ان بتساوي ان بلس 2 تي اوف ان على 2، يبقى انا دلوقتي عايز افك مين؟ افك تي اوف ان على 2 دي تبقى عباره عن ايه؟ طيب تي اوف ان على 2 عوض في المعادله اللي فوق، لو دي بدل ان بقت ان على 2 ايه اللي هيحصل؟ الان دي هتبقى ان على 2، 2 دي هتفضل زي ما هي، الان على 2 دي هتبقى ان على 4، يبقى انا هشيل التي اوف ان على 2 واعوض عنها بالكلام ده. شلت التي اوف ان على 2 فتحت قوس وقلت انها عباره عن ان على 2 بلس 2 تي اوف ان على 4. جميل جدا، لو احنا حبينا نضرب 2 هنوزع الاثنين بقى في ده، 2 مضروبه في ان على 2، الاثنين دي تطير مع الاثنين دي ويبقى ان، ادي الان اهي. الاثنين دي هتتضرب في الاثنين اللي جوه فيبقى 4 في تي اوف ان على 4، يبقى ده الخلاصه دلوقتي، ان بلس ان بلس 4 تي ان على 4. طيب انا بشتغل اتريشن ميثود، يعني اتريشن ميثود؟ بقعد افك في الحاجه لغايه لما اوصل لاخرها ايه؟
يبقى التي اوف ان على 4 دلوقتي هي دي اللي انا عايز افكها. طيب يلا نتخيل ان احنا هنشيل ان دي اللي في المعادله الاصليه ونحط مكانها ان على 4، تبقى عباره عن ايه؟ ايوه تبقى دي ان على 4 ودي تبقى 2 تي ان على 8. وزع الاربعه دي هتطير مع الاربعه دي ويبقى الام، الاربعه دي هتتضرب في الاثنين فتبقى 8 تي اوف ان على 8. هنا بقى السؤال، واضح جدا انك عمال ان زائد ان زائد ان دي بتبقى 8 تي اوف ان على 8. معنى كده انه انا لو قدرت ان انا افرض ان الان بتاعتي كانت 2 اس كي اوكي او 2، يبقى انا كام ان دول نقدر نقول عليهم انهم كي ان زائد ال 8 دي كانها 2 اس كي في تي اوف 1. لو انا قدرت بقى اوصلها للاخر حجم الليسته لما تبقى في 1، يعني هجمع كي ان زائد 2 اس كي في تي اوف 1. جميل جدا. طب مين الكي بقى دي؟ ما هو الكي دي لسه قايلينها، ده الاس. يعني لو انت عايز تعبر عن الكي يبقى اللوج ان بيس 2 عباره عن الكي. بعد هشيل الكي واحط مكانها لوج ان، وكان دي ان لوج ان زائد ال 2 اس كي اللي هي عباره عن ان، ما هو ده الفرضيه بتاعتي في تي اوف 1. اذا كانت في الاخر تي اوف ان تم التعبير عنها في صوره ان لوج ان زائد ان تي اوف 1. طبعا كده انا خلاص حليتها، ما بقاش الفانكشن بدلاله نفسها، ده تم التعبير عنها خلاص انها عباره عن ان لوج ان والترم الثاني ان في كونستانت. وبالتالي انا هقدر اقول دلوقتي ان الالجوريزم ده هوقع على الترمات اللي اقل اوردر ويبقى في الاخر هو عباره عن سيتا اوف ان لوج ان. دي يا جماعه طريقه الاتريشن مثل ما انا بقعد افك لغايه لما اوصل في الاخر، لان انا اعبر عن التي اوف ان مش بدلاله تي اوف حاجه ثانيه، لا يعني بتبقى تي اوف واحد خالص، والتي اوف واحد ده يبقى كونستانت تايم مش فارق معايا ان انا اقدر اتعامل معاه. الطريقه الثانيه اللي بعد كده عشان حل الريكيرنس هي بنسميها السبستيتيوشن ميثود او طريقه التعويض. السبستيتيوشن ميثود الحقيقه بتعتمد على انك انت بتجس سوليوشن، بتجس يعني بتخمن انه والله انا شايف ان الريكيرنس دي هتطلع اوف اوردر كذا. طيب وبعدين بتعمل ايه يعني؟ طبعا طب انت هتخمن ده ازاي؟ شايفين الاربع اكزامبلز اللي احنا كنا شرحناهم في اول المحاضره وقلنا ان لو دي كذا تبقى كذا، تبقى اوف اوردر كذا اوف اوردر كذا، انت بتخمن ان دي تطلع اوف اوردر ان او اوف اوردر ان سكويرد او اوف اوردر ان لوج ان. طب وبعدين؟ بعد ما بتخمن ده بتبدا تطبق الديفينيشن بتاع الاوردر. ايه هو الديفينيشن بتاع الاوردر؟ فاكرينه امتى؟ اف اوف ان از اوف اوردر جي اوف ان اذا كانت اف اوف ان تطلع اقل من او بتساوي كونستانت في جي اوف ان. فطبق الديفينيشن، واذا وجدت قيمه الكونستانت اللي بيحقق فعلا ان ده يطلع اقل من ده، يبقى خلاص الفرضيه بتاعتك سليمه والاوردر بتاعك يطلع سليم. اما لو ما عرفتش توصل لده او ان الكونستانت ده مستحيل ان يبقى فيه قيمه تحقق الايكويشن او الانيكواليتي ديت، يبقى ده معناه على طول انه الفرضيه بتاعتك كانت غلط من البدايه وكده بتحاول تدور على فرضيه جديده. تعالوا نشوف مثال عشان نقدر نتخيل الموضوع. الاول دي الطريقه بتاعت السبستيتيوشن ميثود بتعتمد على ايه؟ تعتمد انك في البدايه كده بالسنس وبالحل بتفترض ان تي اوف ان دي اوف اوردر جي اوف ان، فتبدا تطبق الديفينيشن بتاع الاسمبتوتيك نوتيشن اللي هو بيقول والله لو كانت جي اوف ان ده الاوردر بتاعها، يبقى ده معناه ان تي اوف ان هتطلع ليه زين اور ايكوال ثابت ما اللي هو دي اوف جي اوف ان. ليه هنا بيقولوا عليه دي مش سي؟ لانه بيعتمد على انه فرضي، يعني سي هناك اللي هو العكسيه، انه لو انا لقيته ده فرض ان الاف اوف ان جي اوف ان، هو هنا بيديله رمز ثاني على اساس ان ده فرض، يا اما يطلع صح يا اما ما يطلعش. تمام، بس طبعا لو خليته سي مش هيحصل حاجه. يعني تي اوف ان ليه زين اور ايكوال دي اوف جي اوف ان، ده معناه انك لقيمه ما للدي لازم تكون اكبر من الزيرو، والقيمه ما لان اكبر من او بيساوي ان نوت، ده طبقا للديفينيشن. فلو انت قدرت توصل لقيمتين يحققوا الكلام ده الدي والان نوت، يبقى خلاص الفرضيه بتاعتك سليمه وتقدر تحل كده الريكارنس وتقول الاوردر بتاعها تمام. نرجع تاني لنفس الباينري سيرش اكزامبل، ازاي نقدر نحله بس المره دي بالسبستيتيوشن ميثود. ادي تي اوف ان بتساوي سي
بلس تي اوف ان على 2. فانا ببدا اقول ان انا بجس او بخمن ان تي اوف ان دي هتبقى اوف اوردر لوج ان. ماشي كويس حلو قوي. طب ولو هي اوف اوردر لوج ان ده معناه ايه؟ طبق الديفينيشن. ده معناه ان تي اوف ان هيبقى اقل من او بيساوي ثابت اللي هو دي في لوج ان. ماشي جميل جدا حلو جدا. انا بقى عايز ابدا اعوض في الكلام ده. طب ما هو لو انا بتكلم على تي اوف ان هتبقى اقل من دي في لوج ان. طب لو انا بتكلم على تي اوف ان على 2، تي اوف ان على 2 هتبقى اقل من الدي في لوج ان على 2. جميل حلو قوي. نعوض بقى ونبدا نشتغل. ارجع بقى لايه؟ للتي اوف ان عباره عن ايه؟ عباره عن تي اوف ان على 2 بلس سي. جميل. اللي هي بقى المفروض ان تي اوف ان على 2 دي اقل من او بيساوي دي لوج ان على 2 اللي هو الجزء ده زائد سي. طيب جميل جدا. ده اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن دي لوج ان. خد بالك دي لوج ان على 2. من الخصائص بتاعت اللوغاريتمات اللوجز انك انت بتعمل ايه؟ ان لوج ان على 2 في شرط الكسر هنا اقدر اعبر عنها في صوره لوج ان ماينس، صح كده؟ ايوه ماينس ايه؟ ماينس لوج الاثنين، لوج البسط ناقص لوج المقام. ده لو كان في عمليه قسم، وهو ده اللي حصل فعلا. اللوج دي بقت لوج ان ماينس لوج 2. طبعا لوج 2 بيز 2 بواحد، لوج 2 بيز 2 بواحد. فالكلام ده اتضرب في الدي، فالدي اتوزعت، دي في لوج ان تمام ماينس دي في لوج 2 بيس 2 اللي هو بواحد، يبقى ماينس دي زائد سي. لو احنا بقى بصينا كويس جدا على الكلام ده، ركز بقى، دي لوج ان ناقص دي بلس سي. خد بالك ان هما دول الاثنين كونستانت اللي انا اصلا بدور عليهم، اللي هو ماينس دي بلس سي. مالهم بقى دول؟ هل ده اقل من دي لوج ان؟ اه طبعا. امتى هيبقى اقل من دي لوج ان؟ استنى، حاجه بتطرح منها حاجه اهو، طبيعي جدا انه لازم ده يبقى اقل. امتى؟ بشرط ان ماينس دي بلس سي لازم يكون اقل من الزيرو، عشان لو كان اعلى يبقى هتبقى اكبر. لا انا بقول الكلام ده هيطلع اقل من دي لوج ان لو كان الجزء ده اللي هو ماينس دي بلس سي اقل من الزيرو. عشان ماينس دي بلس سي اقل من زيرو يعني معناها ان الدي تطلع اكبر من او يساوي زيرو. معنى كده ان في فاليوز للدي اقدر اجيبها تحقق الايكويشن ده، اللي هو بشرط ان دي تطلع اكبر من او يساوي السي. معنى كده ان الفرضيه بتاعتي في الاخر طلعت صح، وطلع فعلا الدي اوف ان اوف اوردر لوج ان. ايه اللي حصل تاني عشان الناس ما تتوهش؟ اللي حصل ان انا بفرض فرضيه للاوردر وبطبق الديفينيشن وبعوض عشان اوصل في الاخر للكونستانت اللي اسمه دي ده. هل فعلا هيبقى في قيمه للدي بتساتسفاي الفرضيه اللي انا عملتها؟ لو لقيت الكلام ده زي الحاله اللي احنا وصلنا لها يبقى انا الفرض بتاعي سليم والدنيا كده تمام. مثال اخر، تي اوف ان بتساوي تي اوف ان ماينس 1 بلس ان. ماشي. الايكويشن اللي قدامنا دي برضو من السلايد الاولانيه اللي قلناها بتقدر تجس ان الاوردر بتاعها عباره عن اوردر ان سكوير. طيب لو انا قلت انه، فانا بحط فرض في الاول بجس ان تي اوف ان دي دلوقتي اوف اوردر ان سكوير. طبعا في سؤال دلوقتي هيجي في دماغنا، اشمعنى يعني ان سكوير؟ لا دي بتسنسه بالخبره وبالشغل على حسب الترمات اللي موجوده. ولو انت حفظت الاربع حالات اللي احنا قلناهم على طول، تاني سلايد في بدايه المحاضره هيديك ايحاء او سنس البتاعه ديت عباره عن ايه. طيب هنقول تي اوف ان اوف اوردر ان سكوير. ماشي. عشان هي تبقى اوف اوردر ان سكوير طبق الديفينيشن. ده معناه ان لازم تبقى تي اوف ان اقل من او بيساوي ثابت. هو هنا الثابت حتى حطوا سي، كان ممكن يبقى دي. ليه هنا حطوا سي؟ ما هو اصلا الايكويشن ما فيهاش كونستانت. هنا كان في اصلا كونستانت اسمه سي فاستخدم لفظ اللي هو الدي اللي احنا شايفينه. هنا ما فيش كونستانت فهو عايز يستخدم السي. فانت قضيتك بقى دلوقتي انك توجد قيمه سي بتحقق ده، هل هتوصل لها ولا لا؟ هو ده اللي احنا هنعرفه. يبقى انا لو طبقت الديفينيشن يبقى تي اوف ان المفروض تبقى ليه ازاي؟ اور ايكوال سي في الان سكويرد اللي قدامي. طيب يبقى انا محتاج بقى اشوف الطرف اللي هنا ده اللي هو تي اوف ان ماينس 1، هعوض. ده معناه ان تي اوف ان ماينس 1 تبقى اقل من او بتساوي سي بدل ان تبقى ان ماينس 1 الكل سكويرد بالمنظر اللي احنا شايفينه قدامنا ده.
عايزين نبدا نبروف. طيب نبدا نبروف يبقى نعوض في اللي فوق. اللي فوق بتقول تي اوف ان بتساوي تي اوف ان ماينس 1 بلس ان. هشيل بقى انا مين تي اوف ان ماينس 1 دي. تي اوف ان ماينس 1 دي تتحط مكانها مين سي في ان ماينس 1 سكويرد بلس الان. ماشي ابدا فك لي ده. تمام انت لما تبدا تفك البتاعه ديت هتبقى عباره عن ايه؟ يلا نركز، هتبقى عباره عن ان سكويرد، ايوه بس مضروبه في سي فيبقى سي ان سكويرد. طيب حلو قوي. الواحد ده هيبقى واحد سكويرد بس هيتضرب في كام؟ في السي، هيتضرب في السي اللي قدامي ده. طيب تمام، يبقى المفروض ان هو بلس سي. ماشي، ودي في دي في 2 يبقى ماينس 2 ان، في السي اللي بره يبقى ماينس 2 سي ان اللي احنا شايفينها قدامنا ده. وفي ان اصلا موجوده كمان، يبقى دي الان هو خد سالب مشترك وبدا يجمع القصص دي. لو احنا بقى بدانا نشوف القيمه ديت هو ليه رصها بالطريقه دي؟ رصها عشان يوصل للفرضيه اللي في الاول نقل من او بتساوي سي ان سكوير. طيب ادي السي ان سكوير ده بتطرح منها حاجه، يبقى طبيعي جدا انها تبقى اقل من او بتساوي سي ان سكوير لو كانت الحاجه اللي انت بتطرحها دي كانت اكبر من او بيساوي زيرو عشان تبقى مديالك سالب هنا. فطبعا خد الجزء اللي جوه الاقواس دي وقال بفرض جدلي ان هو اكبر من الصفر عشان يوصل في الاخر لقيمه السي هتبقى عباره عن ايه. هينقل بقى الناحيه الثانيه وياخد سي مشترك والكلام ده، يوصل في الاخر ان السي اكبر من او بتساوي ان مقسومه على 2 ان ماينس 1، او باسلوب اخر سي جريتر ذان اور ايكوال 1 اوفر 2 ماينس 1 على الان. وده معناه انها فعلا بتورك وان في قيمه للثابت بتحقق الفرضيه اللي موجوده، وده يبقى معناه الفرضيه اللي احنا عملناها في الاول سليمه وفعلا الدي اوف ان تبقى اوف اوردر ان سكوير وهكذا. مثال اخر للسبستيتيوشن ميثود، تي اوف ان بتساوي 2 تي اوف ان على 2 بلس ان. بدا يفرض ان تي اوف ان اوف اوردر ان لوج ان. ماشي، عشان الفرض ده يبقى سليم يبقى ده معناه ان تي اوف ان طبق الديفينيشن، يبقى تي اوف ان ليس ذان اور جريتر ذان كونستانت. طبعا مفيش هنا كونستانت فهو استخدم السي عادي، سي في ان لوج ان. ماشي، طيب انا ببص هنا على الريكيرجن اللي موجود عباره عن ناخد بالنا ان اللي فاتت كان فيها ان ماينس 1 فعوض بسي اوف ان ماينس بتي اوف ان ماينس 1، اللي قبلها كان فيها ان على 2 فبيشوف الان اوفر على 2 بكام. احنا هنا بقى بنشوف بقى القصه بتاعتنا عباره عن ايه؟ دي تي اوف ان على 2 فببدا اشوف التي اوف ان على 2 عباره عن ايه؟ عوض تي اوف ان على 2 يبقى ده معناه انها المفروض تبقى اقل من او يساوي سي في ان على 2 لوج ان على 2. ماشي، ابدا بقى اشتغل. بتبدا منين؟ من الايكويشن تي اوف ان بتساوي 2 تي اوف ان على 2 بلس ان، هتقول انها اقل من او بيساوي. ايوه اعمل ايه بقى؟ شيل تي اوف ان على 2 وحط مكانها الكلام اللي انت كاتبه ده. فيبقى الاثنين مضروبه في سي ان على 2 لوج ان على 2. كويس ماشي كده؟ عمل ايه؟ زائد الان اللي موجود. حلو، ارجع بقى ايه؟ انت بتحاول دايما توصل للطرف ده اللي هو سي ان لوج ان وجزء تاني، تصفي ده كده كله بحيث ان الترم اللي انت شايفه في الفرضيه الاولاني يبقى هو اللي موجود ناقص حاجة عشان تقدر تقول إن ده طبيعي إنه يبقى أقل من سي إن لوج إن بشرط شريطة أن هذا الجزء اللي هو ماينس سي إن بلس إن يطلع أقل من أو بيساوي زيرو، أو طبعًا لو خدت سالب مشترك ويبقى العكس بتاعه وتقول إن هو أكبر من أو بيساوي زيرو. ليه؟ بص كده معايا، دي الحاجة وهي دي نفس الحاجة، بس الحاجة دي مطروح منها جزء أو في جزء معاها أهو. فالجزء ده لو كان موجب يبقى معناه الكميه دي هتبقى اكبر، ده انت عايز الكميه دي اقل، يبقى لازم الجزء ده يكون اقل من او بيساوي زيرو، فقال الكلام ده هيبقى متحقق لو كان ماينس سي ان بلس ان اقل من اور ايكوال زيرو، وده اصفي بقى السي فتطلع في الاخر ان السي هتطلع اكبر من او بيساوي واحد، وطالما انا وصلت القيمه للسي بتحقق الكلام ده يبقى فعلا الفرضيه بتاعتي سليمه وفعلا الكرنس اللي قدامي دي هتبقى اوف اوردر ان لوج ان. طيب في طريقه ثانيه اني انا بحاول اعمل تشينجنج للفاريبلز في حاله السبستيتيوشن بتاعنا ده، زي المثال اللي قدامنا ده لو في حاجه زي الجذر اللي احنا شايفينها قدامنا دي رخمه شويه في التعامل. تي اوف ان بتساوي 2 تي
of square root of n زائد log n. برضو لاحظ ان الايكويشن دي ما فيهاش ثابت، ما فيهاش كونستنت اي حاجه، فانا عشان اقدر احلها ممكن ان انا اعمل رينيم ليه بقى اللوج ان دي هسميها ام، ام دي بلوج ان. وطبعا انا لو قلت ام بتساوي لوج ان ده معناه طبق مفاهيم اللوغاريتمات او اللوجز عموما، يبقى ده معناه ان انا اقدر اقول ان الام عباره عن 2 اس ام، صح كده؟ ما هو اللوج الحاجه ده معناه الباور او الاس، فيبقى ده معناه ان عباره عن 2 اس ام. ماشي، طب وده يفرق معايا ايه؟ طب تعالى نشوف، هشيل الام واعوض عنها بالكلام ده، يبقى ده كانها تي اوف 2 اس ام بتساوي 2 تي اوف دي عباره عن جذر ان. طب ما دي اللي هي ان اس نص. طب ما هو الان عباره عن 2 اس ام كما لو انها 2 اس ام على 2، صح كده؟ زائد لوج ان اللي هي عباره عن الام. كده الموضوع فتك شويه. ترجع تاني تقوم مسمي الاس اوف ام بتي اوف 2 ام، دي كده عشان نبسطها شويه نرجعها في فاريبل طبيعي. فيبقى انا لو عوضت تاني التي اوف 2 ام باس اوف ام هيعمل ايه؟ هيبقى دي اس اوف ام زائد 2، استنى دي 2 اس ام، ما هي دي تبقى ام ايوه على 2 زائد ام العاديه اللي موجوده. جميل جدا. وده بقى يبقى معناه انك غيرت صيغه الريكارنس اللي قدامك دي لريكارنس ثانيه، اس اوف ام 2 اس ام على 2 زائد ام، حليناها قبل كده، حليناها قبل كده من شويه اللي هي كانت تي اوف ان بتساوي 2 تي اوف ان على 2 زائد ام، يطلع في الاخر انها ام لوج ام اللي هي ام لوج ام. فحكايه اني انا اتشينج الفاريبل ديت عشان ابسط على نفسي، دي طريقه من الطرق اللي بتستخدم عشان اقدر اتعامل مع القصه دي. طيب انا دلوقتي وصلت لان دي هي عباره عن اوف اوردر ام لوج ام، رجع بقى التعويضات بتاعتك عشان توصل. طب ما هي الام عباره عن لوج ان، ايوه، يبقى اشيل الام واحط مكانها لوج ان، ولوج زي ما هي، والام تتحول الى لوج ان، فتوصل في الاخر ان دي اوردر لوج ان لوج لوج ان. تمام؟ طبعا حالات التشنجنج الفاريبلز مش بتتعمل كتير، بس لما بيبقى فيها جذر او حاجه، والفكره كلها هي ملهاش قاعده، انت بتحاول انك انت تبسط على نفسك عشان تقدر تحل او تسولف الريكارنس بتاعتك بالطريقه اللي احنا بنتكلم عليها ديت. طيب الطريقه الثالثه طريقه بسيطه الى حد ما بس محتاجه تخيل، هي طريقه الريكيرجن تري ميثود، او ان انا بحاول ان انا اعبر عن الريكارنس بتاعتي برسمه بتري، بحيث انه افك الترمات بتاعتها، وكل نوده على التري دي لو انا جمعت النودز دي على بعضها تتفك في الاخر، ويبقى ده الكوست بتاعتي ان انا اجمع كل الكوستات على كل ليفلز يقوم هي الريكرنس بتاعتي تتفك. مش مفهوم الكلام قوي، تعالى نبدا نتفرج على حاجه ونشوف الحل بتاعها بيتم ازاي. لو احنا بصينا على المعادله اللي قدامي دي اللي هي دبليو اوف ان عباره عن 2 دبليو اوف ان على 2 بلس ان سكوير، كويس. ليه عرفت ان دي ريكرنس؟ ايوه، ما هو بيعبر عن دبليو اوف ان دبليو اوف ان على 2، بيعبر عن الماء بالماء. حلو، لو انا حبيت ارسم الريكرنس دي في صوره تري عباره عن ايه؟ ده دي كانها ان سكوير مجموعه على دبليو اوف ان على 2 مع دبليو اوف ان على 2. بص كده اهي، تاني دي كده عباره عن ان سكوير مجموعة مع 2 دبليو ان على 2، يعني ده دبليو على ان على 2 وده دبليو ان على 2. ناخد بالنا ان في السلايد اللي قبلها كان بيقول انه بعبر عنها في صورة تري لو جمعت النودز بتاعت التري تجيب لي الايه التايم بتاع الايكويشن ده. طيب وبعدين ايه اللي بيحصل؟ انا عايز ابدا افك الدبليو ان على 2 دي، فالدبليو اوف ان على 2 كانك بتعوض فيها مرة تانية، فدي كانها عبارة عن، خد بالك اما دي كانت ان كان في هنا ان سكوير، طيب اما دي تبقى ان على 2 يبقى دي ان على 2 سكوير زائد مجموعه لها حاجتين دبليو ان على 4 ودبليو ان على 4، ونفس القصه دي هتتفك بنفس الطريقه،
ان على 2 سكويرد زائد دبليو ان على 4 زائد دبليو ان على 4. طب وبعدين؟ وبعدين؟ ما هي دبليو ان على 4 دي رخره، لما تيجي تتفك عوض هنا، دي هتبقى ان على 4 سكويرد زائد دي هتبقى 2 دبليو ان على 8. ادي الفك بتاع دبليو ان على 2 ودبليو ان على 4 اهي. يعني دي رخره هتتشال كده، دي تتشال ويتحط مكانها ان على 4 سكويرد و دبليو ان على 8 ودبليو ان على 8 وهكذا. هتفضل تجزأ 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 لغايه لما توصل في الليفل الاخير الى ليست مكونه من اليمنت واحد بس، اللي هي بقى دبليو اوف 1 دبليو اوف 1 دبليو اوف 1 كده. التري اللي قدامك دي هتبقى عباره عن ليفلز، مستويات. نبدا نسال اول سؤال معاه، هي التري دي هتبقى مكونة من كام ليفل؟ يعني دول كده على بعض كام ليفل؟ كام ليفل؟ عشان نبدأ نفكر في دول كام ليفل، يعني أقدر أقول إن الليستة كان صيزها إن، الأري ده كان صيزه إن، في المرة الأولانية اتقسم على 2، وفي المرة اللي بعدها يرجع يتقسم على 2 تاني، وفي المرة اللي بعدها يتقسم على 2 تاني، لغاية لما يوصل إن صيز الإنبوت يبقى بواحد، صح؟ طيب يبقى كده الليفلز دي عددها مساوي الاري ده، انا اقدر اقسمه على 2 لغايه كام مره، صح؟ طيب يبقى ده معناه الان دي هي اقدر اعبر عنها 2 اس كام؟ ايوه تمام، يعني اقدر اقول ان الهايت بتاع التري ده هو لوج ان، صح؟ يبقى انا هقسم دي كام مره، ده معتمد على الان دي تتقسم كام مره على 2 او هي 2 اس كام، فده يبقى معناه اللوج ان اللي احنا لسه شايفينه قدامنا ده. جميل، تعالى بقى نحسب في كل ليفل من دول، كل مستوى من دول الكوست بتاعتي كام. هنا ان سكويرد، هنا ان على 2 سكويرد زائد ان على 2 سكويرد، يعني دي كانها ان تربيع على 4 ودي ان تربيع على 4. اه تمام، يعني دي عباره عن نص ان سكويرد، اه ما ربع وربع. طب واللي بعدها ده، دي كانها ان على 4 تربيع، يعني ان سكويرد على 16، دي ان سكويرد على 16، دي ان سكويرد على 16، دي ان سكويرد على 16، لما تجمعهم يطلع ربع ان سكويرد، صح؟ واللي بعدها يبقى 1 على 8 ان سكويرد، واللي بعدها هيبقى 1 على 16 ان سكويرد. اجمع بقى عم الحاج ده كله كده، هتلاقيه في الاخر هو عبارة عن n سكويرد، n سكويرد زائد نص n سكويرد زائد ربع n سكويرد زائد 1 على 16. طبعا ده كله كسر 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 كسر، لو انت جيت حبيت تاخده خد n سكويرد مشترك، هتلاقي 1 زائد نص زائد ربع زائد 8 زائد 1 على 16، كل ده نتعامل معه على انه كونستانت، ففي الاخر هي سيتا اوف ان سكويرد. بفكرك ليه سيتا؟ عشان علامه اليساوي مش علامه ليتزان او علامه كريتور زان، فانا بشتغل على السيتا. يبقى الفكره بتاعه الريكيرسيف تري ديت انك بتعبر عن الريكيرنس برسم، بس الاوزان بتاعتها مجموعها هي عباره عن الايكويشن بتاعتي اللي انا ببدا اتعامل معاه. طبعا ده كده السب بروبلم عند كل ليفل بتاعتي عباره عن ايه، والسب بروبلم عن في الليفل الواحد عباره عن ايه، وبيبدا بقى يحسبها لغايه لما يوصل في الاخر المعادله بتاعتي عباره عن ايه بالظبط، يقدر يتعامل معاها ويوصل انه اوف اوردر ان سكويرد. طيب مثال اخر، تي اوف ان بتساوي 3 تي اوف ان على 4 بلس سي ان سكويرد. طيب المعادله دي في كل مره يعتبر لو ركزنا كده معناها ايه، بيمسك الاري بتاعه ويقسم السايز على 4. حلو، ياخد بقى ربع واحد، لا ده بياخد 3، يعني في ربع واحد بيقع والثلاثه التانيين بياخدهم معاه، مش كده وبس، زائد كونستانت في سي ان سكويرد، دي ممكن تبقى نستد لوب ولا حاجه جوه بعضها، الاوردر بتاعها يبقى ان سكويرد. طيب دي بقى اما نيجي نعبر عنها بالتري ازاي، ناخد الجزء الاولاني كالعاده اللي هو السي ان سكويرد زائد الثلاثه اللي انت شايفهم قدامك، اللي هي تي اوف ان على 4 وتي اوف ان على 4 وتي اوف ان على 4. تمام، لو انت عايز التي اوف ان على 4 دي بقى كمان عايز تفكها، فتتفك ازاي؟ تي اوف ان على 4 تبقى بنفس الطريقه، ثابت
بدل ان سكويرد تبقى ان على 4 سكويرد، وبعدين الثلاثه بتوعه، فالثلاثه بتوعه دول اللي هم هيبقوا عباره عن تي اوف ان على، هي اصلا ان على 4، ان على 4 في ان على 4 تبقى ان على 16، ان على 16، ان على 16، كل واحده بقى منهم هتبقى كده. هفضل امشي في كده واجزأ لغايه لما اوصل، لان دي كلها توصل لتي اوف 1. فيبقى بنفس الطريقه بالظبط السب بروبلم بتاعتي، بس المره دي انا مش بقسم على 2، انا بقسم على 4 في 4 في 4. هفضل كده لغايه لما اقدر احسب التوتال كوست بتاعي هيطلع اوف اوردر ان سكويرد، لاني هجمع عند ليفلز، ليفل من الليفلز اللي موجوده قدامي دي عدد الاوردرات كام ولا بتتجمع كام. يعني انت هنا بص تلاقي لو انت فكيت دي دي كده سي ان سكويرد، طب دي هتبقى كام بقى؟ دي هتبقى عباره عن سي ان سكويرد على 16، ودي سي ان سكويرد على 16، ده سي ان سكويرد على 16. فتبقى دي كانها في الاخر كام بقى؟ يعني كانك انت بتجمع 3 على 16، 3 على 16 ان سكويرد، واللي بعدها هتبقى اسوأ من اللي انت بتتكلم فيها، وهكذا. هنفضل كده شغالين لغايه لما يطلع برضو في الاخر بنفس الطريقه اوف اوردر ان سكويرد. لو احنا جينا بصينا على معادله زي كده، هي نفس المعادله اللي فاتت ديت، بس نحلها بالسبستيتيوشن ميثود. السبستيتيوشن بقى هنفرض فرضيه ان تي اوف ان اوف اوردر ان سكوير، ونبدا لو ده حصل يبقى تي اوف ان هتبقى اقل من ثابت عشان دي فيها ثابت سي، فاستخدمنا ثابت تاني اللي هو دي ان سكوير. ببص على الترم الريكيرسيف اللي موجود اللي هو تي اوف ان اوف 4، واقول يبقى تي اوف ان اوف 4 اقل من او بيساوي دي اوف ان على 4 سكوير. وبعد كده ابدا استخدم الاندكشن بتاعي اهو، تي اوف ان بيساوي 3 تي اوف ان على 4 زائد تي اوف ان 2، هقول ده اقل من، اقل من كام؟ واعوض، هشيل بقى التي اوف ان على 4 واحط مكانها ديت، يبقى 3 دي اوف ان على 4 سكويرد زائد سي ان سكويرد، صح؟ اقعد افكك الترمات واحاول ان انا اوصل للدي ان سكويرد ده كترم لوحده زائد حاجات. فهو فعلا وصل دلوقتي 3 على 16 دي ان سكويرد زائد سي ان سكويرد، حلو قوي، ده جميل جدا. انا بقى عايز اقول ايه؟ اهو الترم بتاعي ده امتى يبقى اقل من، ايوه امتى اقل من دي اوف ان سكويرد؟ لو كانت دي اكبر من 16 على 3 سي. لو انا لقيت الفاليو اللي اتحقق او الكونديشن اللي اتحقق ان الترم ده يطلع اقل من الفرضيه بتاعت دي اوف ان سكويرد، يبقى انا كده نجحت في ان انا اوصل لان تي اوف ان تبقى كده اوف اوردر ان سكويرد، تمام؟ طيب لو بصينا على واحده تانية من المنظر اللي قدامي ده، دبليو اوف ان عباره عن دبليو اوف ان على 3 بلس دبليو اوف 2 ان على 3 زائد ان. نركز، وكان الليسته سايزها ان، فبياخد تلتها وبيرجع ياخد التلتين بتاعها، خد بالك تلت مع التلتين يبقى هو كده اشتغل على الليسته كامله عادي، تمام؟ يعني التايم اللي بياخده تاني لسته سايزها موجوده اهو ان، فهو بيقسمها الى تلت وتلتين، تلت يعمل عليه شغل فده التايم اللي بياخده تلت ريكيرسيف يعني، والتلتين زائد كمان ان احتمال يبقى فيه لوب سايزها ان موجود معاه، فدي كانها ان، وبيقوم جاي ان على 3 الوقت اللي هياخده ان على 3 مع 2 ان على 3، ودي هتبقى ان على 9 مع 2 ان على 9 وهكذا. طبعا دي لو احنا ركزنا فيها كويس جدا هتلاقي المجموع في كل مره هيبقى ان، ما هنا ان وهنا ان على 3 زائد 2 ان على 3 اللي هو الثلث والثلثين يديك ان برضه، هنا لما جزأت الاجزاء وجمعتها تطلع ان. طب السؤال بقى هي هتفضل كده لغايه فين؟ لغايه ما توصل لوحي. بس مما لا شك فيه انه الليسته ام تلت، ما هي الليسته ام تلت دي هي الاخر هتتقسم لتلت وتلتين وهنفضل كده، فتحس انه عمليه الفينشنج بتاع الكلام ده هيبقى بالتدريج كده، الليسته الاولانيه توصل لواحد، اللي بعدها توصل لواحد، اللي بعدها توصل لواحد، توصل لواحد، كل واحده هتوصل لسايز اليمنت واحد هيبقى المجموع بتاعها مش هيبقى بقى جايب ان، لانها ما كانتش مجموع الاجزاء كلها، هتبدا تجيب لك قيمه اقل من ان مع اول واحد يخلص هنا، واول اليمنت يخلص بعده يبقى اقل من ان وهكذا. لو احنا جينا حسبنا الطول بتاع الليسته دي عباره عن ايه؟ طبعا هتشوف الان تقدر تتقسم قد ايه؟ فتطلع لوج ان، تمام؟
ودول بقى في كل مره في ان في الليبلز يبقى توصل في الاخر للاوردر ان لوج ان، وده الكوست بتاعها معايا. يعني هي الفكره هنا تلتها زائد التلتين بيتجمع في كل مره يجيب ان ان ان. اول ما تبدا تخلص تخلص يعني توصل لالمنت واحد، لو انت جيت جمعت هنا مش هيجيب ان، هيبقى اقل من ان، ده اقل من ان، وده اقل من ان. فانا دلوقتي ايا مكان انا حسبت دول في كل ليفل من دول الاوردر بتاعه ان، طب دول اصيصهم كام ليفل؟ لوج ان اللي هو الهايت بتاعي، اوصل في الاخر لاوردر ان لوج ان. بنفس السؤال ده لو احنا حليناه بالسبستيتيوشن ميثود، ده ممكن طبعا بنفس الطريقه احنا سايبينه، بتقدر حضرتك تجربه مع نفسك، اللي هو بقى هتفرض فرضيه انها اوف اوردر ان لوج ان، وده معناه انك عايز تثبت ان الدبل اوف ان اقل من دي اوف ان لوج ان. هتشوف بقى الدبل اوف كي تطلع بكام وتعوض، وتبدا تشتغل على القصه ديت بالورق والقلم عشان توصل في الاخر لقيمه الكونستانت اللي هيحقق لك الفرضيه بتاعتك في السبستيتيوشن ميثود. اخر طريقه معانا هي الماستر ميثود. الماستر ميثود بقى الحقيقه دي بتشتغل بطريقه كده معينه مختلفه عن كل الطرق اللي فاتوا. بيديك كوك بوك فور سولفنج ريكيرنس اوف ذا فورم كذا. يعني ايه؟ الريكيرنت بتاعتك لازم تبقى واخده الفورم ده او الشكل ده، فانت بتحاول تحطها في الفورم ده، فيبدا يديك يغششك ويقول لك انك بعد ما تحطها في الفورم ده او لو هي متطابقه مع الفورم ده يبقى هي تطلع اوف اوردر كذا على طول بتطبيق كيس من ثلاثه كيسز موجودين معاك. طب ثانيه واحده بس نحفظ بقى، لو كانت الريكيرنس بتاعتك في صور تي اوف ان بتساوي A، ايه ده ثابت، تي اوف ان على بي يعني ان مقسومه على بي، بي ده اللي هو ثابت تاني بشرط طبعا ان الاي او البي هو ثابت اكبر من الواحد، تمام، اكبر من او بيساوي الواحد، ده الاي، لكن البي يبقى لازم يكون اكبر من الواحد. يعني ما ينفعش يبقى تي اوف ان، لازم تبقى اول حاجه تي اوف ان على 2، ان على 3، ان على 4 وهكذا، زائد اف اوف ان. اف اوف ان دي اي بولينوميال موجود، يعني ممكن تبقى ان سكويرد، 2 ان، 3 ان، اي حاجه من الحاجات دي. فلو انت قدرت تحطها الريكيرنت بتاعتك كانت في الفورم ده، فبيقول لك انك بتقارن اف اوف ان دي بايه بقى؟ بحاجه اسمها ان اس لوج اي بيز بي. ده اس يا جماعه، ده باور، ان لوج اي بيز بي. ما بتقارنها بقى بيبقى قدامك احتمال من ثلاثة. تعالوا نشوف الثلاثة كيسز عشان نخلص. ادي السلايد اللي قدامنا دي، هي دي السلايد بتاعت الماستر ميثود. ليه اسمها ماستر ميثود؟ كان في فورمه كده او اسطمبه موجوده، لو الريكيرنس بتاعتك انطبقت عليها الفورمه دي وبتشوفها بتنطبق على اي حاله من الحالات دي، ويبقى الاوردر او السيتا اللي موجوده وخلصت المساله. مش فاهم، تعالى هنقرب الموضوع دلوقتي. انت الريكيرنس بتاعتك كانت في الشكل ده، A T of N على B زائد F of N، في هنا فانكشن ما، فبيقول لك تقارن ال F of N دي بإيه؟ من السلايد اللي قبلها بالشكل ده، N أس لوج A بس B. طيب وبعدين؟ في حالة من الحالات دي هتنطبق، لو لقيت ال F of N بتاعتك دي ينفع، اللي هو الترم اللي هنا ده ينفع يتكتب في صوره ان اس لوج اي بيز بي، يبقى اوتوماتيك وانت مغمض الريكيرنس دي هتبقى اوف سيتا ان اس لوج اي بي لوج ان. ده كده الاوردر بتاعها، تمام. ولو كانت الاف اوف ان دي عباره عن هو نفس الترم اللي هو ان اس لوج اي بي بس ماينس ايبسلون، ايه ماينس ايبسلون ده؟ ماينس ايبسلون، ايبسلون ده كونستانت او ثابت اكبر من الزيرو، يعني موجب. فلو لقيت ده يبقى ساعتها تي اوف ان بتاعتك هتبقى اوف سيتا ان لوج اي الاساس بي. خد بالك ان الثانيه كانت عباره عن ان لوج
ان اس لوج اي بس بي لوج ام مضروبه في لوج ام. هنا بس هيكتفى بانها عباره عن سيتا اوف ان اس لوج اي بس بي. اخر حاله معايا لو قارنت الاف اوف ان دي ولقيتها عباره عن ان اس لوج اي بس بي بلس ابسلون، يعني هنا ماينس ابسلون هنا بلس ابسلون وهنا من غير الابسلون اصلا، يبقى ساعتها هتقول عليها ان تي اوف ان دي اوف اوردر او اوف سيتا اف اوف ان مباشره، بس بشرط انها تكون محققه في كونديشن هنا لازم تتشك عليه اللي هو بيطلق عليه الكونديشن ده بيتقال عليه ريجولاريتي كونديشن، اللي هو انك تتشك ان اي مضروبه في اف ان على بي اقل من او بيساوي سي في اف اوف ان. طبعا السلايد دي بالنسبه لي بتتحفظ الحالات دي عشان اقدر اقارنها واقدر اشتغل عليها واشوف بتطبق ازاي، ما هي اهم حاجه التطبيق، فلازم تبقى حافظ الكيسز كويس عشان تعرف تطبق ونقرب الفكره. طب تعالى نجرب كده ونشوف الدنيا ماشيه ازاي عشان نطبق الحالات دي. قدامي الريكرنس اللي قدام حضرتك دي تي اوف ان بتساوي 2 تي اوف ان على 2 بلس ان، تمام. تلاحظ هنا اللي جوه تي ان على حاجه، ايوه ارجع للشكل العام تي اوف ان على بي يبقى المقسوم عليه ده هو البي، يبقى معنى كده ان البي بتاعتي بكام؟ باتنين. طيب بس خد بالك ان في ايه مضروبه قبلها، ايوه تمام، يبقى الايه هنا كمان باتنين، يعني الايه باتنين البي باتنين. حلو، المفروض المجموع ده هو ده الاف اوف ان، ماشي. بس قبل الاف اوف ان انا بقول لوج لوج ايه بيز بي تبقى كام؟ لوج ايه الايه هنا باتنين بيز بي اللي هو اتنين، لوج اتنين بيز اتنين يبقى بواحد. حلو، وانا ليه عملت كده؟ اصل الان دي هقارنها دلوقتي بايه بقى بالظبط؟ افتكر بتقارنها بايه؟ بتقارنها بان اس لوج اي بيز بي، عشان كده انا جبت لوج اي بيز بي ديت. هل انا اقدر اقول اهي ارجع تاني، هل انا اقدر اقول ان الان دي بقارنها دلوقتي؟ ايوه، يعني اقدر اقول ان الان اس لوج 2 بيز لوج 2 بيز 2. اه والله، لان الان دي ما هو لوج 2 بيز 2 ده بواحد، يعني كانها ان اس 1، يعني انا اقدر اقول ان الان دي عباره عن لوج اي بيز بي، صح؟ يعني الاف اوف ان دلوقتي بينطبق عليها انها ان. اه تمام، طب دي انهي كيس؟ ترجع كده للكيسز. انا عندي الكيس انها تبقى ان لوج اي بيز بي او لوج اي بيز بي ماينس ابسلون او لوج اي بيز بي بلس ابسلون، يبقى دي كده بينطبق عليها الحاله رقم 2، وده معناه ان تي اوف ان دي اقدر اقول انها بتساوي ايوه سيتا ان اس لوج اي بيز بي لوج ان. طب ما هو لوج اي بيز بي اللي هي لوج 2 ب 2 اللي هي بواحد، يبقى اوصل في الاخر ان البتاع دي هتبقى سيتا ان لوج ان. ده بتطبيق الكيس رقم 2 اهو يا فندم، بتطبيق الكيس رقم 2 يبقى اف اوف ان عباره عن سيتا ان اللي هي هعوض، يبقى تي اوف ان عباره عن سيتا ان لوج ان اللي احنا شايفينها قدامنا ديت، وده اللي احنا وصلناه. عشان كده اسمها ماستر ميثود ليه؟ لان كل يوم اديك اسطمبه، لو وفقت الاسطمبه دي كويس على الكيسز اللي موجوده فتقدر تطبق مباشره وتوصل، انت ما بتعملش حاجه غير انك انت تطبق الكلام ده وتبدا تتعامل معاه. مثال تاني، مرة دي تي اوف ان بتساوي 2 تي اوف ان على 2 بلس ان سكوير، كالعادة اللي جوه التي ان على 2 يبقى اللي على دي اللي هي الاتنين دي يبقى البي ب 2، وكمان ده الاي يبقى الاي ب 2 والبي ب 2 ولوج 2 بيس 2 2 ب 1. افكرك بس ان الترم المرة اللي فاتت كانت ان، لكن المرة دي هي عبارة عن ان سكوير اللي احنا شايفينها قدامنا دي. طيب تمام، ازاي بقى هنقدر نوفق الكلام ده؟ هنكمبير الام سكويرد دلوقتي بالاف اوف ان اللي هي مين؟ استنى بقى ثانيه واحده، كاننا بنقارنها فكرك بان اس لوج ان، كاني بقارن دي بان اس لوج 2 بيز 2. طب ما ثانيه واحده، الاي والبي 2 ب 2 دولت دي كانها ان اس 1،
بس دي مش ان اس واحد، ده دي ان كام؟ ان سكوير. ايوه يعني انا مش فاهم يعني ان سكوير دي هنقدر نعملها ازاي؟ ايوه يعني انا اقدر اقول دلوقتي انها عباره عن ان اس واحد بلس ابسلون. ما انتوا فاكرين ان دي كانها ايوه، ما هو في الاس، الاس بيتجمع. يعني انا لو انا ضارب ديت كان انا اقدر اقول ان دي ان اس واحد زائد واحد عشان دي تبقى ان سكويرد، وكان الابسلون ده دلوقتي هو الواحد اللي احنا شايفينه قدامنا ده. فدي انهي كيس بقى؟ دي الكيس رقم 3. الكيس رقم 3 بينطبق عليها، بيجيب لك الاوردر بس بيقول لك حقق لي الاول شرط الريجولاريتي ان a اوف f اوف n على b اقل من c اوف f اوف n. عوض بقى ال b بكام والان بكام عشان تقدر تعوض، فتلاقي ان ال a ب 2 مضروبه في ال f اوف n على b، ال b اللي هي ب 2 برضو عوض، هتلاقي السوليوشن بتاعها اتعوض وتجيب الناحيه الثانيه عشان تجيب الثابت، تلاقي الثابت بنص ده الحل. تمام، يبقى انا اقدر اطبق الكيس رقم 3. الكيس رقم 3 بتقول لك ايه؟ بتقول لك ساعتها تي اوف ام تطلع اوف سيتا اوف اف اوف ان، الاف اوف ان اللي هي اللي موجوده دي الترم ده، فتطلع تي اوف ام سيتا اوف ان سكويرد. اهي عشان لو حضرتك ناسي الكيس برجع تاني للسلايد اهي، كيس 3 ان انا وصلت لانها ان لوج ان بلس كونستانت اهي بقت بلس ابسلون. قال لك الاول اتاكد ان في قيمه ثابت تحقق الريجولاريتي كونديشن، لقيناه. طب ساعتها الاوردر هيبقى ايه؟ دي اوف ان عباره عن سيتا في اف اوف ان، اف اوف ان اللي هو الترم اللي موجود ده، اللي خلانا نقول في الاخر ان في الحاله دي الحل بتاع دي اوف ان يطلع سيتا اوف ان سكويرد اللي احنا شايفينها قدامنا ديت دلوقتي. طيب مثال اخر للطريقه الاخيره اللي هي الماستر، تي اوف ان بتساوي 2 تي اوف ان على 2 بلس السكوير روت اوف ان. ماشي، بالكومباريزون الاي برضو ستيل ب 2، البي ب 2، لوج 2 بيز 2 يطلع بواحد. هنبدا ناخد الترم الاخير ده ونقارنه بان لوج ان، هنكتشف ان ده الترم الاخير ده عباره عن ان اس نص. طب جميل، ان اس نص ده بقى يجي ازاي؟ افكر حضرتك احنا بنقارنه بايه؟ بان اس ماله بقى؟ لوج ايه اللي هو لوج 2 بيز 2. طب ما هو ده اللي هو بواحد. ماشي، بس ده كده كانها عباره عن ان اس واحد، بس دي مش اس واحد، دي ان اس نص. يبقى كان دي عباره عن ان اس واحد ايوه ماينس نص، عشان تجيب لك النص دي ان اس لوج 2 ماينس 2 ماينس النص. ايوه يعني ده معناه كانها لوج 2 بيز 2 ماينس ابسلون. دي الحاله رقم كام؟ ارجع يا فندم للحالات، ادي الحاله ديت اللي هو ان اس لوج اي بيز بي ماينس ابسلون. يبقى ساعتها بيقول لك التي اوف ان تطلع اوف سيتا ان اس لوج اي بيز بي. ايوه يعني دي كده بينطبق عليها كيس 1، بينطبق عليها كيس 1 فطبق عليها اوف اوردر ان اس لوج اي بيز بي ماينس ابسلون. ايوه يطلع عباره عن سيتا اوف ان اس لوج اي بيز بي اللي هو في الحاله ديت ان لوج 2 بيز 2 بواحد، يبقى تطلع في الاخر تي اوف ان عباره عن سيتا اوف ان. يبقى الماستر ميثود دي ما بتعتمدش غير انك بتوفق الحال على اي كيس من الكيسز، والحل بتاعها موجود معاك بتبدا تطبقه وتقدر تحل الريكرنس بتاعتي. مثال اخر قدامي، تي اوف ان عباره عن 3 تي اوف ان على 4 بلس ان لوج ان. تمام، هنا بقى في الحاله دي هتلاقي ايه؟ الاي بتاعتك ب 3، البي ب 4، لوج 3 بيز 4 يطلع ب 0.793، ده يعني ده كسر. طب جميل جدا، هتبدا تعمل كالعاده كومباريزون ب ان لوج ان دي خلاص بالترم اللي هو عباره عن ان، ان مين بقى؟ ان اس الكسر اللي قدامك ده. طب جميل جدا، هتقارنه مع ان لوج ان. ماشي، ايه بقى اللي هيحصل؟
عشان ده يحصل اللي انت شايفه قدامك ده، يبقى انا اقدر اقول عليه ان دي كيس 3. طب انت ليه جبتها كيس 3؟ ايوه جبت كيس 3 ليه؟ ما هو ان اس الكسر ده مضروب في لوج ام، يبقى ده معناه كانه ان اس لوج في الاربعه اس 3 بلس ابسلون، اللي هي الحاله بتاعت ان انا عايز ازود الكسر عشان يقدر يوصل للقيمه اللي احنا شايفينها قدامنا ديت اللي هي ان لوج ام. وده معناه اوتوماتيك ان انا بس اتشيك ريجولاريتي كونديشن واوصل في الاخر لانها سيتا اوف اف اوف ان اللي هي الان لوج ان اللي احنا شايفينها قدامنا ديت، انا كده طبقت الحاله مباشره على الماستر بتاعي اللي قدام. تمام، شكرا لحضراتكم، شكرا جزيلا.